سبب انه ما وافر الشروط اللي وضعناها في ساحات الاحتجاج انه يكون غير جدلي وصاحب جنسيتين، لذلك هو مرفوض من قبل ساحات الاحتجاج اجمع. الهدف هو استمرار في الاضراب وحتى يكون دعم للثوره واسناد لها، وكما يعلم الجميع ان الطلاب هم عصب هذه الثوره وسبب نجاحها حاليا، مستمرين الى حين تحقيق المطالب ولا رجوع الى المقاعد الدراسيه الى حين تحقيق المطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة والخلود للشهداء العراق. المشكلة هو النظام السياسي بأكمله. يجب أن نعترف حقيقة بأن العراق محتل، وحقيقة يجب أن نعترف مجددا. إذا أردنا أن نجد حل للعراق يجب أن نعترف أن هذا البلد محتل من قبل ولاية الفقيه، واستطاع خلال 16 عام ولاية الفقيه أن يتغلغل في نظام العراقي بثلاث مستويات. مستوى الجنوب، في الجنوب الأحزاب مؤمنة بولاية الفقيه، أما في مناطق الغربية ابتزوهم، وأما في مناطق الشمال فمسيطر عليها من سنوات. العامل المشترك بين ثلاث مناطق هي ولاية الفقيه، ويجب أن نحاول نتخلص من هذا الأنظمة. أما علاجات ترقيعية، أنه أحزاب، تغيير شخصيات، تغيير نظام انتخابي لا يحل المشكلة. يجب أن يزداد الوعي عند العراقيين، وأن نتكاتف جميعا شمال وجنوب وغرب، كل العراقيون أن يجب يتحدوا
للتخلص من هذا الاستعمار وهذا الاحتلال. أما حلول أخرى لا نجد لها أي نتائج. صديقة بن علم نعبر اسطوط لدينية نعبر اسطوط لدينية احنا ترى العطار طبعا اليوم مثل ما تشوفون الثورة البيضاء ثورة الطلاب المليونية اليوم اكو رسالة نوصلها لاحزاب السلطة والميليشيات اللي موجودة داخل بساحات كل ساحات بغداد. جماعة قبعات الزرق الباحة احتدوا على بالنجف وكربلاء وقبل يوم كان في بغداد. اليوم رسالتنا نرفض وجود الاحزاب، نرفض وجود اي قبعات، اي قدسية، اي معمم، اي افندي، اي شخص داخل الساحات، الساحات الثوار، الساحات الابطال، الساحات الثوار العراقيين اللي طالعين من اجل العراق، طالعين من اجل حبا للوطن، استرجاع العراق من يد هاي الاحزاب، احزاب السلطة، احزاب الايرانية اللي موجودة اللي مستولية على العراق وعلى ثروات العراق. هاي الثورة الطلابية، ثورة الشبابية، ثورة بامتياز عراقية ما تابعة لا لإيران ولا غير إيران. هاي الطلاب طالعين من أجل استرجاع الوطن، استرجاع الحقوق اللي مسلوبة. ورسالة لرئيس الوزراء اللي هم رشحوه، مو إحنا، إحنا كشعب ما مرشحين رئيس الوزراء، هو هذا اللي جاء من ضمن صفقة سياسية حزبية مع مقتدى الصدر ومع هادي العامري. اليوم إحنا كطلاب راضين ترشيح أي شخصية، لا عبد المهدي ولا علاوي ولا اي شخص. بعدها الساحات مصره على رفض اي ترشيح رئيس وزراء. هاي الاصرار على الطلاب، اصرار على المحتجين، اصرار على الثوار الابطال ان يزود حركه الاحتجاج، رفض وجود وتمسك الاحزاب السلطه بمناصبهم بمكاسبهم وعايفين الشارع بجانب وهم بجانب. مظاهرات مستمرة، إذا كانت كل أحد حصل كل اثنين وكل ثلاثة وكل أربعة مستمرة. تعاطف الطلاب مع المحتجين مع الناشطين مع ساحات التحرير دل على رفض هذا النظام السياسي وهاي الأحزاب الدينية اللي متمسكة من 2003 ولحد هذا اليوم. احنا اليوم بس ناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ العراقيين من يد الأحزاب الدينية، من يد أحزاب السلطة اللي حاكمة من 2003 ولحد هذا اليوم. ما عندنا غير شيء نقول، احنا نقول مستمرون بسلميتنا، مستمرون بحبنا للعراق، مستمرون نوصل رسالة للعالم، احنا شعب نؤمن بالحياة، شعب نؤمن بالديمقراطية. Let's go.
من البداية قلناها أنه نريد واحد مستقل ما موجود بالحكومة قبل ولا تابع الأحزاب سياسية، فلهذا السبب إحنا رافضينه، وعنده ملفات فساد وهذا الشيء مرفوض نهائياً. مستمرين حد ما تتحقق المطالب إن شاء الله، وباقين إلى آخر يوم. محمد توفيق علاوي اجى بنفس الطريقه اللي اجى بها كل السياسات السابقه وكل الوزراء اللي جو وياه وحقيب الوزاريه اللي اتى بها. محمد علاوي نفس الحقيب الوزاريه مبنيه على نفس الاساس اللي اجوا به السابقين. احنا نرفض محمد علاوي ونطالب بتغييره وما نسكت منه لحد ما يطلع محمد علاوي. غطينا 600 شهيد وما نفرط بدمهم لا بمحمد علاوي ولا بغيره ولا بتصريح من اي سياسي او اي معمم يخلينا نسكت ونرجع لبيوتنا. احنا اليوم واقفين هنا للمره المليون ونقول محمد علاوي مرفوض 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 من قبل الشعب ومن قبل الطلاب، والطلاب ما ترجع لبيوتها اذا ما يطلع محمد علاوي. والبارحه حرق الخيم بكربلاء وبالنجف اللي حصل احتمال يحصل بساحه الحبوبه ويحصل بساحه التحرير. هاي الطلاب اليوم واقفين هنا وباكر نوقف وعقبه منا لحد ما يطلع محمد علاوي وتستقر الوضعيه ونقضى على الاحزاب يلا نرجع لبيوت. اخوي عندنا دم رحمه على والديك يا مقاعد راسيه يا دنيا. 600 شهيد اللي طاحوا اذا ما يتحاسب السبب والشخص اللي انقتل اللي قتلهم احنا ما نسكت مستمرين منا لحد ما يسقط محمد علاوي وجميع الاحزاب. ساحات الاعتصام كلها رفضت محمد توفيق علاوي لان هو سياسي قديم شارك بالعمليه السياسيه وعليه تهم تزوير، والساحات كلها رافضته وما حد ما منتخبه. وثانيا مو الشعب الجابه ولا الشعب الصوت عليه، نحن نريد واحد مستقل، نريد واحد ما ينتمي لاي حزب، الشعب هو يختاره. وما تسكت ثورتنا لحد ما نحن نختار اللي نريده ونحقق اللي نريده. هاي ثورة الشهيد ضحي لها أكثر من 600 شهيد وأكثر من 20,000 جريح، ما نسكت لحد ما نحقق ثورتنا. الغاية نريد نعيش، كافي صارنا 16 سنة، كافي ملينا، نحن جيل واعي كبرنا، نفضل الموت
ولا نعيش بعد تحت هاي القيادات والميليشيات وهاي الحكومة. بس المهم نريد نعيش، هذا هو كافي، ملينا بعد، فضل الموت ولا العيشة هاي، وما نسكت ما نتراجع لحد ما ناخذ حقنا ولا نريده احنا، نريد وطن بعد كافي. هاي إصابة باليوم الثلاثاء، أما جماعة قبعات الزرقاء سلميين سلميين، مجرد نصور نصور جروا التليفونات من عندنا ويصيحون للصورون يا أبا ليش أصور ليش ليش تعال شاي منك شاي منا والضربة والضربنا مستمرين لحتى تحقيق مطالبنا، ونحن الطلاب مستعدين نضحي سنة وسنتين حتى تنجح ثورتنا. حكم فدي يوم راح نغيره، والحكم فدي يوم راح نغيره، شنو نرجع له محال مو عوايد الرجال، والله ثورتنا عظيمة كبيرة، والله ثورتنا عظيمة كبيرة، احنا طلاب وابد ما نرجع، احنا طلاب وابد ما نرجع، وجينا للساحة ندور Oh!
الدبور حجر جلي حجر جلي سعد دبور حجر جلي سعد دبور جينا قوم احلو راهو اللي يجي بينا يهون جينا قوم احلو راهو اللي يجي بينا يهون خيرات ما ظلت الي حجر جلي Thank you.
Come on.